الشرطة الهسماوي حسام لفرقة مكافحة الاتجار غير شرعي بالمخدرات المؤثرات العقلية بعام ولاية بازا في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة تلك المتعلقة بالاتجار بالمخدرات المؤثرات العقلية وعصابات الأحياء. تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بعام ولاية بازا ممثلة بفرقة مكافحة الاتجار غير شرعي بالمخدرات المؤثرات العقلية من توقيف 9 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 سنة، حيث أسفرت العملية على حجز كمية من المخدرات من نوع القنبل الهندي بوزن 1 كيلوغرام، كمية من المخدرات الصلبة، كمية من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، حجز مركبة نفعية. كما أسفرت العملية على ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء تستعمل في عصابات الأحياء وزرع الرعب في نفوس المواطنين. سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال مجريات التحقيق.